ونوح هبي يا عمي، لازم تاكل وتشرب. خلاص يا هبي ارتاح ارتاح عمي، اشرب يا عمي اشرب 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 وارتاح ولا تحاتي شيء. عافية هني محل ما يسري يمري. لا تبكي يا عمي، البكي ما له رجال، وانت ما عي رجال. اي نعم انت ليون ومن ظهر ليون، فيك في النجوم اللي على كتفك والنياشين اللي على صدرك، يسلسلن قبال ويهزن خشوب ويكسرن شوارب. انساها يا عمي انساها خلاص، اللي ما يبغانا ما نبغاه. يعني ايش؟ انا بصراحة عمي انا ما عاقبتني حرمتك، ما عاقبتني، عقب هذا قليلة الحياة تنخش هناك عند حجانها وتخليك انت وحدك تقاس الألم والوحدة. هذه ما فيها أدب، هذه هذه ما تقدر قال لقبائل ولاد الإنجليز مثلك وترواك. هذه 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 مفروض مفروض تفوز يدها ظهر وبطن، لأنها حصلت واحد مثلك. هذه ما هذه 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 واحدة فارطة. ميدان أعمي إيش يعني فارطة؟ إيش يعني؟ أيوة عمي فارطة وخسفة وبغام. إيش يعني خسفة بغام؟ إيش يعني؟ عمي يعني حرمتك حرمة مال أنت حرمة؟ ذوق دهجة ما تفهم شيء. كلمني عربي أنا يفخم عربي. إيش يعني ذوق؟ إيش يعني؟ عمي يعني حرمتك مسودة وجهك. ميدان حرمة مال أنا كوب يا أخي ميدان أبيض أسود. خرمة مال أنا أبيض، شعر مال هو أشقر، عيون مال هو أزرق. كيف تقول وجه مال هو أسود حميدان؟ كيف تقول؟ بس ما هين علي حالتك، يعني جماعتك اللي في المعسكر اللي تأمروا بأمرك من كبيرهم ليل صغيرهم، أخاف يشوفوك وانت بدل حالة بتنكسر هيبتك قدامهم وتقصر قامتك في نظرهم وتستو مثل البانة في حلوقهم، يمضغ سيرتك في السايرة والقاية. هذه موازين الزمن وقوانين الروس العودة والنواخذة اللي انت واحد منهم. خذها مني يا عمي طول ما عينك حمراء وراسك مرفوع وعمامتك سامتة ومترفعة براسك وعصارتك تلمع في الظلمة، حارتك بيت مطول عمار تحت رجولك وينفذ بدون نقاش. انساها يا عمي خلاص. نو نو خبيدا مستحيل. انا يحبها الحب يا عمي مو بينك وبينه، الحب على القمر ما وراه ما وراه غير عوار القلب وسهر الليالي. تزوج؟ لازم يحب عشان يتزوج. ما عندنا حل سوالف.
معلوماتك. اوه سوري حميدة. وبس رقبتها والخط.
بدك. قبل 5 أيام خلن أرسلت رسالة. أنا ما يخيب أنت جود، أنا يخيب واحد ثاني، أنا يعيش ما واحد ثاني. مين يكون واحد ثاني؟ وليم، وليم بالغيرة، بالغيرة. أكيد وليم، أكيد وليم. صديق العائلة الوفي، يخون أنا. إلا منك عمي، ياكل ينام ما موجود، لازم يخون. يقول لك عمي الاكل المكشوف يلم الذباب، وانت سايب سايبينها وكاشفينها، لازم تقعد يخون. ما اسوي بك انا؟ لا اله الا الله، والله انها فضيحتك فضيحه عمي. فضيحه. مو تسوي بعمرك عاد. لا ما ادري بك انا كذاك. من كذاك انت اللي تشرب وتصير 5 ايام. انت الوحيد اللي يحس فيه جون. احس فيك ابوي، مالي ما احس فيك. طعن التين ما طعنه، ومن اقرب الناس لك اسميه فضيحه واسمك بالعار والعمرك، وتكسر يبقى فيك وجه اللي تقابل الناس. حيل فضيحه عمي. لا اله الا الله. والله اسمح لي عمي، بس هين هي تقبل. انا الحمد لله عايش، انا ما عايش معكم الا لو صديق عائلة. اعوذ بالله، انا سمعت ذاك علي بن شامل. عمي شرب 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 شرب، انت زين شرب شرب، ما بدك شو تسوي انت؟ هنا موت قهر، هم هناك يتمردغف هو الحب غيرك وعزك مرتاحين. ما بدك شو تسوي؟ عمي يا اما انك تروح هناك تصفي حسابك معهم، يا تجلس. مستحيل مستحيل خلينات. الا هذا يقدر ينسخ وخبه. كيف بدنا ينسخ يا يا خلينات؟ عرفناه، ودوام سهمناه، والله لنسيك كلمة، لنسيك كلمة.
عبيد ذبدائي إن لا حلول تقديم عشان هنسوا مشاكل المشاكل اللي هالبقالات سوى مشاكل ما قصرت إلي حاربتها كف! أتكلم عليك دوك قايب اللي ذا البذرح نحي مدل ثلاث شهور ما عاد شابك ولا حد سمع عن مشاكل هنا غار هنا هنا غار جايب لي الحاره كلها تسالني هين غايب وهين غار انا هنا غار ويسمعكم يقول مر المحامي المبندر احنا تترقاني غار ما انا ما تترقاني صارت ناخذه وانت ما ناخذه انت منوخ الريح وقايد طام الموت ويا حظ المحمل اللي انت ناخذته صدق علي حالي من حالكم اقول محامل ما املك منها حتى لو هذاك زمان زمان يوم كان النواخ بيتضاربوا علي لو كلهم اتفقوا وطلعوني من الحسبه لكن من يقول وراسكم راجع عنهم راجع كسر خشوم ونكس روس ووعد علي لا اتم غاب طول عمري وما اوريهم وجهي الا لو انا شيخ شيخ النواخذه وهم اللي بينصبوني عليهم هذا عهد علي ودونه الموت معلوم معلوم ابوي معلوم من مثلك تبرق وترعد وتهدد وتوعد من ثقل اللي لابسنا تلق تلق من خير ومن نعمه ايش هالدشخه ايش هالرسه ايش هالسماته ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يا حبيبان اشوفك يا سامي وكاشف وتصف كلام أسالك ثلاثة شهور ليش جالس في المسكن مو تصف هذا شكله مسوي له شيء وساجيني نهنت من ناحية مسوي شيء فأنا مسوي عبرتك مسوي ومسوي ومسوي مسوي عمايل اللي تخليهم ما يتخليوا عني ثانية ما مخلينا عندي خطوة خارج هذا المعسكر أنا الراس هنا راس مو يعني أشتغل عندهم تشتغل عندهم راس جدو ولا راس طبيعي؟ انت راس جدو جدو تعرف اللي قاعد يسمع هنا مرفوض ومن يعني؟ ما تعرفوه عشان كذا تضحكوا استغفر الله انا قائد الهول ما انا معسكر اكبر راس هنا سبحانك واضح يا ابنه شيل عمي ما دام راسك يا من الدراس سمح لنا طال عمرك وعوقيه انت فاضحنا في كل مكان اسكت شويه اسمح لنا نحن ما فاهمين صح خبر محمود راس مو تشتغل شغله ما مرت على بالكم ولا على اللي قبلكم شغله تتمنوا تطولوها في الحلم لانكم ما توصلوها بيدكم شغله عزك وتعزك ترفعك وتصدرك شغله تطلعك من سابع ارض وترفعك للسماء تتكفى بنور القمر وترتوي بماي المطر وانت نايم على الغيم تتصوفر وتغني محروس ابوي محروس الشيمة طيرنا معاك تتكفى بنور القمر ونروي عطشنا خبرنا ويش تشتغل انا اشتغل بارمان
وخ الدقاق يا رجال. الله يكفيك يا حميدان، خلوا الصنع والمكان عالي، للروس اللي احنا نعرفها من ناخذ مقاوي. عم قهوي شد اب ستوبيد دونكي وحشري وقال انا سبوك. بسألكم سؤال واحد وجاوبوني. القهوة العرب اللي تعرفوه عندهم نياشين على صدورهم مثل اللي عندي؟ لا. القهوة العرب اللي تعرفوه يلبس هالكشخة والرزة اللي أنا لابسنها؟ لا. تشوف دلال وفناجين مصفوفة قدام؟ لا. يعني لو أنت بقى تخبرنا إن قهوة الإنجليز غير عن قهوة العرب؟ غير. أنت ما تحلسها ولا تطحنها حتى ما تخرج. أقولكم قهوتكم يا جماعة غير عن قهوتنا. قهوتهم جميعنا كذاهبة مفوحة ومذلولة وسوايا فقراء. يجيبوا لي يا مصمالي 12 قرشة قهوة حمراء، قهوة صفراء، قهوة خضراء، الوان اشكال مذاقات ما ينسكنها بنفس الطعم ومر. لا 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 حلو، انت شيل المذاق اللي تبغاه فنجانك واشرب. شايفين قاعد لك وراه؟ شايفين قاعد لك وراه؟ شايفين قاعد لك وراه؟ وحد يشرب من دلال. بعدين ما يشربها باردة. ايوه باردة. بعضهم يزيدوها ثلج. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بطل دول يعني قهوة باردة ترد الراس وتنشع. دولة. ما تنشع الا. عصفتين. انكم راح تقربوها قبل لا تخرجوا من هذا المعسكر. عجب لو كان انت موت حصل كنز القرصان. يوم اقول انكم حمير وما تفهموا. ثلاثة شهور؟ هذه مكدة ليلة واحدة بس. ليلة واحدة؟ خدامي 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 خ
شوفوا جون اللي معاه هذا جون هو سبب الخير اللي انا فيه. جون عزني ورزني، بس حالته صار لها 5 ايام هذه، وحالته هذه هي باب الحظ اللي بيوصلني للي احلم فيه. تبغى انا نستثير انا؟ ابغى ندق الطبل دق. ابغى ابغى جون يحب الدق البحري، ها؟ يموت على الكاسر والرحماني، ينسى الدنيا وما فيها معنى من ايامات. يرجع جون الاول بهيبته ومكانته، واثبت له اني وفي، وبعلق وسام الشرف. وانتو بعد بتنعموا بالفلوس والغواز، لا تحاتي. طلع جنيته وجني الطوايفة وحيانا كلهم. دام السالفة فيها مكدة وشغل نشتغل معهم. يشتغل عندي من؟ عندهم بسم الله. ايه اشتغل معهم. ابو هذيل ما يشغلوا اي حد، ما كل من حق ودب شغلوه. هذيل ما حي الله واحد يشغلوه. بشير اشتغل معهم. تعرف حشير بشير يشتغل معهم؟ حق البيت. بشير هاي بيت ذاك بشير، من يوم اشتغل وهو مديون حال حارة كلها. الشغل معاي انا غير. انتو تعرفوا لو ما يسمع عند الحراس ان اي واحد يسال عن حميدان يدخلوه ولا تخيفه سنة واقفين على قولكم. ايوه ارضوا بالمقسوم اللي اعطيكم اياه، وارضوا اني اكون راس عليكم. لا تشوفوا واقف على فوق عشان ما ينكسر من رقابكم. لا لا نتشاور نتشاور نتشاور. لا 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 لا، اللي يقول عنكم حميدان عين الصواب، ويقول المثل ان شاخ بن عمك شل عالك. هذا حميدان شاخ. حميدان شخت ولا ما شخت؟ شاخ شاخ. ارضوا بالماء اللي بيرقيكم اياه من تحت رجوله. يا اللي بدي اشتغله يا عندك عقل. سمعوني انا بروح قهوة عمي جون، واول ما يدخل ابغاكم تأدى التحية العسكرية كذا ان شاء الله عمي. هو بشوف واحد يتكلم كلمة ولا يتقرب منه بدون اذني. فهمت؟ ان شاء الله عمي. يلا شوف اشغلكم. يلا يلا شوف شوف اشغلكم. يلا 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 جارس. يا عدو الصداقة لا سكت محلول قبل رقابنا، ها؟ لا يدوم يتعاون معاه من ورانا وباغي تبيع ربعك. خلكم ان الثورية والحمورية ما يبغى لها راس مال. احشم نفسك الكوس اللي رانا حمير. ودي وصفة لا قرون بعد. انا مخي يشتغل ما مثل مخوكم المقتنة والمقيمة. وذا الراس ذا الراس حالة تركب ثاني. ابوي هيش ابوي هيش هيش من بيت رجول؟ من بيجيب لك انه بين الزنزيران؟ من بيخلي ينسى هموم الدنيا كلها؟ اذا حميداني قهوة جون عشان نمشي على راسه، نحن بنسوي الاهم واللي ناقصنا، نحن بنخليه الزكتوف وبنجيب له راسه، واذا سوينا كل ذا ملكنا عقله وقلبه. ما شاء الله عليك، ما شاء من هنا نزل عليك العقل من هنا. مو تنتظروا شد وسلامه مدان يشرب شاهي من البن، ان بغيتم في كيبان ولا داخل في ناجي. عالي يا بن عالي Thank you.
اسمي الكوس. كوس يعني الهواء عمي، هواء. يعني هواء. انت اسمك؟ انا اسمي طارش. طارش متراش. عزيز وغالي. عن عن كيف؟ عزيز زين؟ عزيز وغالي. حلوة حلوة عمي. عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز وغالي. انت من اسمك؟ ها؟ من اسمك؟ عزيز. عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز فلوس. طارش قالوا لك يروح الحمام.
خلاص يا حبابي ما اروح حمام تبغى نصه يتبخى النص الثاني امسكه في بطني الشباب عين يموتوا ازيدهم ما حلوه مسكته في بطني لين نوصل الحارة وطلع كله اقول لك عمي جون الحارة صار خياس اقول خياس مش شيء الكلاب ما حد يطلع كل معزل لكن جماعة ما زعلوا مني لأننا نخط الارواح والارواح خطت على الارياح باع ونص عفو عفو
جريو وهو غير الجريو أوين في سنة الغرقة نزل واجد أمطار لدرجة جمع كل الأولياء قد صوب الحارة منهارة غافل وين سوي وين سوي يا أبوي قال أنا أتصرف راح قدام الحارة ينتظر الوالي كل والي أنا سوي له سالفة يشل الوالي ويعقل الحارة هو عاشق الحارة في سلام ده؟ أبوي هيك؟
صار لك 3 شهور، 3 شهور وانت غايب عنا. هينك خوفنا عليك الله يهديك. بخبرك بكل شيء عمي، لا تهاتي. بس تراني مطرش عليك، جايب لك خير. الخير؟ الخير يوم اعرف انك بخير عند حرمتك المسكينة. هذيك اللي لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، ودموعها اربع اربع من تصبح ليل تمسك. حقكم على راسي من فوق، حرمتي بعد وضعها ما تهاتي عمي. لكنك عمي عمي انت ايش اللي مرضك وطفى نور عينك؟ وبعدك تسألني، وبعدك تسألني يا حميدان؟ حرموني من اللي أحبه، حرموني من اللي أهواه، حرموني من البحر، وصنعوا من الحمير اللي تنهب نهاهيم نهاهيم على آخر الزمن. واللي رجع لك أمدادك من هذا اللي يقدر. أنا قلنا فيك يا ولدي ناخذ، لكن ترى الشور ما عندك. الشور هذاك يوم وهذا يوم يا عمي، خلاص نحن اولاد اليوم. وايش بتغير؟ ليش بتغير؟ نواخذ الامس مهما نواخذ اليوم، وقائد المعسكر الانجليزي ما هو نفسه؟ اللي دلوني قدامهم وخلوني حتى ما اقدر ارفع راسي. لا ونفلي حلمك يا عمي، وراسك وراس عايشه، لخلي صوتك يصدح ويغرر وتقهره. يا ليت يا ليت يا حميدان يا ليت، انا ما باغي شيء من الدنيا، انا مطهر قلبي وصايم دربي وراضي ربي، ما اريد غير اني اوقف على صدرك وانهي. يا مان يا مان، حتى لو بعدها اموت بتنهم يا عمي، بتنهم على صدر محمل الحين. صدر محمل يا عمي بتنهم. تعال تعال هاتي لك هاتي لك. ما شاء الله الجماعه كلهم هنا، مو تنتظروا ذهبوا الطبول، ذهبوا يلا عاشوا عاشوا. شفت الطبول Yeah.
هالمكان؟ صدر المهبل في شيء يا عائشة؟ طالق